منور يا حاج جابر، هنجيبك هنجيبك، صحرا كان او بستان هنجيبك. واصيل عم جابر والله انك فاكر الناس دي. عموما اهلا وسهلا بحضراتكم. اخر العنقود يتكلم. ليه بقول اخر العنقود؟ لانه انا فخور جدا واقف النهارده في استوديو اخر النهار بما يمثله لي عالم برامج التوك شو من اسم كبير جدا، اسم كبير جدا كان مميز وحاز على ثقه حضراتكم فترات طويله جدا. سعيد جدا انه العوده الثالثه لاخر النهار بالنسبه لي على الاقل تكون موجوده مع اساتذتي الكبار الاستاذ خير رمضان والاستاذ خالد صلاح والاستاذ جابر القرموطي. ولكن خلينا نقول ان احنا اتفقنا في هذا البرنامج وعلى طريقتي وعلى طريقه اسر الكلام انه هذا البرنامج هيكون على هوا البلد دي، على هوا مصر، وانه هيشتغل علشان يخلي كل شيء ممكن، وان المنشط الرئيسي بتاعنا دايما هيكون هو الامل. اخر النهار راجع لحضراتكم تاني، راجع تاني وهو لا يبتغي سوى ثلاثة وجوه. الوجه الاول او بالبلدي كده احنا شغالين علشان خاطر ثلاث وجوه بس في البرنامج ده، ربنا سبحانه وتعالى، البلد دي، وحضرتك. وفي نفس الوقت برضو بما انها العودة الثالثة لاخر النهار يبقى خلينا نقول لحضراتكم ان احنا مش هننافق نفسنا، هنغلط ونصحح المسار، مش هننافق السلطة، ومش هننافق كمان الرأي العام اللي هو نفاقه أخطر بكتير من أي حاجة. عموما أملنا في هذا البرنامج إن احنا نقدم محتوى مختلف، وأملنا كمان إن احنا نقدم شيء فيه أمل لوطن يستحق كتير من الأمل في الفترة اللي احنا بنعيشها. وقبل ما نشوف احنا هنكمل آخر النهار إزاي، تعالوا نشوف آخر النهار بدأ إزاي.